شوي شوي. ديري بالك فير بعد لهنيك. على مهلك. سطحي شوي شوي. دقيقة وراجع. سومان أنا ما بدي إياكي تفكري بأي شيء هلا، لأنه أنتي صرتي بأمانه. بس ريحي حالك. رامفير أنا ما رح أسمح أنه تترك هذا البيت. رامفير أنت عيلتك هون والكل هون بيحبك. لا لا تقلق، أنا تقبلت فكرة أنه أعيش مع رافي حتى لو بيعاملني هيك. أنا رح أرجع له. أنت فيكي تغيري قدرك، وأنا ما رح أسمح أبداً أنه يكون رافي قدرك بهالحياة، لأنه ما بيستاهل أبداً أنه يكون معك. أي سومان، صحيح أنه رافي بيكون أخي، بس صدقيني بحياتي ما رح سامحه على اللي عمله. اللي عمله ما نو منيح أبداً. وهلأ أنتي لازم تنسي كل اللي صار وترتاحي شوي. فير يلا تعال معي، خلي أمك ترتاح شوي. ماشي؟ ماشي. أنتارة طعمي لفير شي شغلة. ماشي تعا، شو بدك تاكل؟ اللي بدك يا هو قسي عليك كتير بالضرب. خلص أنا تعودت على هالشي. شو يعني؟ هو دائما بيعمل هيك لأنه بطبيعته زلمة شكاك. في مرة حبسني بالغرفة وكان على طول يضربني بوحشية. هو تعود يعمل هيك، وكتير صعب إنه تغير طبيعة هيك شخص. لهيك مو صح أبدا إني أبقى عندك هون. هلأ أكيد بيكون جاني. إذا بقيت هون ما بعرف شو ممكن يعمل لك. ما رح يقدر يتحمل إني يكون مع زلمة تاني غيره. سومان أنا قلت لك إنك رح تبقي هون، بس ارتاحي هلأ. لا رامفير أنا لازم روح من هون. هو قادر يعمل أي شيء. هو ما بيقدر يعمل شيء. على كل حال هذا غلطك أنت سومان، لأنه رافي استغل خوفك منه طول هالسنين اللي عشتيها معه. أنت ما كان لازم تسمحي له إنه يتمادى ويعمل هيك. كان لازم تفضحيه قدام كل العالم سومان. لو إنك عملتي هالشي صدقيني ما كان رح يسترجي يقرب منك أو يعمل شي حتى. ولا يمكن يأذيكي مرة تانية. مزبوط، بس أنا ما بقدر أبدا عرض حياتك أو حياة حدا من عائلتك للخطر. أنا لازم عم حلفك بحياتي. لا تروحي من هون سومان. ليش عم تعمل معي هيك؟ أنا عن جد خايفة عليك. ليش ما عم تفهمني؟ إذا بتريد تركني روح. سومان بس هاي الليلة، نحن الصبح رح نترك هذا البيت، بس لازم تبقي هون هاي الليلة مو أكتر. بترجاكي من شاني. بس أنا كتير خايفة من يلي رح يعمله. لا تخافي من شي، بس ارتاحي وأنا معي. وهلأ يلا عالنوم لشوف. تسطحي. شوي وراجع. ايه بدي 3 بطاقات، رامفير ميتال، سومان ميتال، وفير ميتال. اسمعني بدي اياك تبعتهم باسرع وقت ممكن لو سمحت.
شكرا. رانفير، هذا بيتك ولك الحق انك تضلك فيه. بعرف انه امك ما بدها سومان تضل بهذا البيت، بس كمان في ناس بهالعيلة ما بدهم اياك تروح من هون. ما فيك تبقى من شانهم يعني؟ القصة ما انا هيك ابدا. لكن فهمني شو هي القصة. انت واهلك ضليتوا بعاد عنا سنين وانتوا بديلهي، وهلا بدك تتركنا مرة تانية؟ انت بتعرف انك روح هي العيلة، صدقني ما حدا فينا بيقدر يعيش بدونك. اذا بتريد لا تتركنا وتروح. معنا وانا صعب علي كمان اني اكون بعيد عنكم كل هالفتره. بس انت بتعرف كتير منيح كيف ماما بتتعامل مع سومان وكيف دائما بتقسى عليها. ما نان صدقني اسوأ شيء انه بحياتها أمي ما فهمتني ولا مرة، وللأسف كمان ما قدرت تتفهم إنه أنا بحبها لسوما. هي ما قدرت تتفهم ابنها مانان. كتير شي صعب علي إني يكون بعيد عن عيلتي اللي بحبها. لحد هلأ أنا ولا مرة رفضت لكم أي طلب، بس بهذا اليوم أنا مو طالع بإيدي ولا شي. أنا ما عندي خيار تاني أبداً، وصار لازم نروح. مانان أنا في عندي فكرة، يمكن تساعدنا مشان ما يروح. بدي افهم ليش سمحتي لها لسومان تضل هون بالبيت؟ ليش ما منعتيها؟ شفتي بعينك كيف رافي ضربها لسومان وموتها من القتل. بس تخيلي اذا ضرب مرته بكل هالوحشيه شو بيعمل بغيرها؟ ممكن انه يعمل اي شيء بابني. اه يمكن هلا عم يفكر ينتقم من رانفير. بترجاكي ماما، يعني انتي مانك خايفه على رانفير؟ مو فارق معك حفيده؟ كيف فيكي تعملي هيك؟ أول شي أنت أكبر عدو لرانفير، مو أي حدا تاني غيرك. والاهتمام بغض النظر إنك أمه، أنت ما عم تهتمي فيه بنوب، ومع هالشي عم تتهميني إلي. أنا بدي أعرف أي نوع من الأمهات أنت. ماما بس دعي لهون، دعي عدي جنبي. أنا سمحت لسومان تضل هون لأنه بعتبر هدول الاثنين، سومان ورانفير، جزء من هي العيلة، وطبعاً الكل هون بيعتبرون هيك كمان إلا أنتي. كل يلي بالعيلة شايفين وفهمانين إنه رانفير وسومان بيعشقوا بعض ما عداكي أنتي. ليش؟ كل يلي بالبيت هون بيعرفوا إنه ما فيهم يعيشوا بلا بعض ما عداكي أنتي. انتي بتتوقعي انك رح تربحي اذا فرقتي رانفير عن سومان برأيك؟ يمكن فعلا انك تربحي، بس اتأكدي انه هالشي رح يدمر رانفير. وما في ابدا لا ام ولا اب رح ينبسطوا اذا دمروا حياة اولادهم ابدا. على قدمه سعادة رانفير مهمة، سومان هي الوحيدة يلي رح تسعده، بس هي سومان. مانان
تشوفي. إذا بتريدي من عائلة رانفير بترجاكي ما تخليه يروح، لأنه إذا راح بحياته ما عاد رح يرجع على هذا البيت. أنا بترجاكي، أنت بتعرفي منيح إنه إذا كان هو مبسوط رح نكون كلياتنا مبسوطين، أما إذا كان مقهور رح نكون كلياتنا مقهورين كمان. صدقيني إذا ترك البيت رح ينكسر قلب الكل قبل ما ينكسر قلبه.